مرحبا يا البنات، وش حوالكم؟ صليوا على النبي عليه الصلاة والسلام. جبت لكم اليوم وصفة جديدة بنينة بزاف واقتصادية وسهلة توجد ليه ليه، ما تديش من وقتكم بزاف، وهي شطيحة البصلة. ما تنساوش ديروا ابوني وجيم وتشاركوا الفيديو مع حباباتكم. ودرك نبداو في الوصفة على بركة الله. هنا قصيت البصلة قطع صغيرة كيما هك، وحطيت زوج فصوص ثوم، وحطيت شوية زيت، ودركا شعلت عليها النار، حطيتها على نار هادئة، نخليها فوق النار تدبل شوية برك. هنا بعد ما دبلت شوية كيما قلت لكم، حطيت لها الملح والفلفل الكحل، ومن بعد نحركهم مع بعضهم، نخلطهم مليح. صدقوني يا البنات الوصفة هذه سهلة بزاف، ما تديش من وقتكم، خاصة النساء اللي يخدموا برا، ثم تجيهم سهلة وزيد ما فيها والو غير بصلة طماطم وعظام، وفي نفس الوقت تجي بنينة. إذا كان عجبتكم هذا النوع من الوصفات اللي تكون سهلة وما تديش الوقت بزاف، قولوا لي في التعليقات باه ندير لكم وصفات جديدة، وكتبوا لي تاني في التعليقات واش حابين ندير لكم وصفات جديدة، لأنه الرأي تاعكم يهمني باه نتوما تكونوا راضيين، ندير لكم غير الوصفات اللي تحبوها نتوما. درك نغطي عليها ونخليها تطيب براحتها، ونقعد كل شويه نطلع عليها بما تتحركش ونحركها، نخليها كيما هكا حتى تدبل خلاص تبدل اللون تاعها. لازم عينكم تكون عليها ديما، تخليوهاش دقيقه واحده كيما قلت لكم، قعدوا طلعوا عليها حسب البصله طبيعتها انها تتحرك ليه ليه. هنا بعد ما دبلت البصله كيما قلت لكم، شوفوا كيف تبدل اللون تاعها، نقص منها الزيت، نخلي غير شويه باه ما تجيكمش مزيده، ما تحسوش الطعم تاعها غير زيت. ودركا بعد ما دبلت وتبدل اللون تاعها، نحط لها الطماطم الملحيه، ومن بعد نحركهم مع بعضهم باه يتخلطوا مليح مع بعضهم البصله والطماطم. بعد ما حطيت الطماطم الملحيه نخليها تطيب مليح مع البصله، يطيبوا مع بعضهم. هنا بعد ما طابوا مع بعضهم، دركا نحط لهم العظام، من بعد العظام اللي حطيتهم نحركهم مليح كيما هكا، نوزعهم على الطماطم والبصله، ومن بعد نغطيها ونخليها تطيب شويه. ودركا هنا راهي طابت وخلصت. وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى تكون عجبتكم الوصفه، ما تنساوش ديروا ابوني وجيم وتشاركوا الفيديو مع حباباتكم، وكتبوا لي في التعليقات لكان عجبتكم هذه الوصفه، وكتبوا لي تاني واش حابين ندير لكم وصفات جديده، لانه الراي تاعكم يهمني. ودمتم في رعاية الله، بقوا على خير.